خبر من العائلة الملكية البريطانية يتفوق اليوم على الأخبار السياسية. زوجة الأمير ويليام حامل تقرير أرسلة دكاش. خبر تصدر اليوم عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم والعناوين الإخبارية على مختلف المحطات التلفزيونية. دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كاثرين بانتظار مولودهما الأول. الخبر الذي صدر رسميا عن مكتب الأمير ويليام شغل العالم، وسرعان ما قدم عدد كبير من السياسيين التهنئة على هذا الخبر، منهم رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة الوزراء الأسترالية، في وقت دخلت فيه كاثرين إلى مستشفى الملك أدوارد السابع بوسط لندن بعد معاناتها من غثيان صباحي حاد ما استدعى نقلها للمعالجة، حيث ستبقى تحت أنظار الأطباء لبضعة أيام. كاثرين تعاني من التقيؤ المفرط وهو يؤدي إلى جفاف وسوء تغذية، لذلك هي بحاجة للتغذية الصحيحة، وهذا الأمر يشير أحيانا إلى أن الوالدة تحمل توأما. هذا الخبر تناقلته وسائل الأعلام خصوصا في أوروبا، ولاقى صدى إيجابيا جدا بين الناس الذين أعربوا عن حماسهم لويليام كيت، اللذين حصد زواجهما في نيسان الماضي مواكبة شعبية وأعلامية لا مثيل لها.